السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. توقفنا عند الفولدر اللي هو SRC اللي هو السورس، مو السورس هذا يحتوي على السورس كود مالتك، الكود المصدري. فهنا عندك الكومبوننت اللي راح يكون فيها المشروع مالتك. شوف عندك ملفين الفيو، دا تلاحظ هنا عندك هناك كومبوننت داخلها فيو، يعني هذا world.view، وعندك هنا app.view. شنو الفرق بين الاثنين؟ شوف الفرق بين الاثنين انه هذا احنا قلنا الببليك بداخل الاندكس html، هذا اللي راح يشوفه المستخدم. حلو، هذا اللي راح يشوفه المستخدم، عوفك منه. لكن احنا كمشاريع من نشتغل هذا app.view، هذا الملف الام، هيك خلينا نسميه هذا الام، وكل شيء موجود في الكومبوننت هم الاطفال. فاذا هذا يسموه بالروت المين او المذر كومبوننت الام، هذا راح يكون تحتها بقيه الكومبوننتات اللي مثلا هالو وورلد. نثبت على كلامي، شوف هنا الاب فيو، كل كومبوننت، لاحظ كل كومبوننت يتكون من ثلاث اجزاء، سواء كومبوننت الام او الكومبوننتات التشايلد الاطفال، يتكون من ثلاث اجزاء. شنو هي هاي ثلاث اجزاء؟ ركز وياي، صح يمكن شويه صعبه راح تكون لك، بس شنو، بس ركز وياي وراجع الفيديو اكثر من مره، انا متاكد راح تحترفها. شوف الفيو جي اس كومبوننت يتكون من ثلاث اجزاء، app.view او helloworld.view. شنو هي الاجزاء؟ الجزء الاول اللي هو نسميه احنا بالتمبلت، القالب. احنا قلنا بالفيو جي اس من نجي نشتغل هذا الاندكس HTML اللي يظهر امامنا، فهذا ممكن يكون كومبوننت، هذا ممكن يكون كومبوننت، هذا ممكن يكون كومبوننت، هذا ممكن يكون كومبوننت. حلو، قلنا الفيو يجزئ لك المشروع مالتك، جميل. التمبلت شنو هو؟ التمبلت الاشياء اللي راح تظهر لك بالواجهه هنا، الكتابات، الصور، اي شيء اليوزر ده يشوفه، خلينا نقول. حلو، فهذا يسمونه بالتمبلت، يعني خلينا نقول الاتش تي ام ال هذا تمبلت، ولازم يكون اسمه تمبلت، تمام، لازم يكون اسمه تمبلت حتى تقدر تستخدمه. يعني هالو وورلد هنا عندك لاحظ تمبلت، حتى تقدر تستخدمه بالاب. فالجزء الاول هو تمبلت. طيب الجزء الثاني شنو هو؟ الجزء الثاني هو جافا سكريبت، هذا السكريبت اللي هو راح نضع بيها الفيو جي اس. يعني احنا نعرف فيو جي اس هو جافا سكريبت فريم ورك، فاكيد ما راح نستخدمه بالتمبلت، لان احنا قلنا التمبلت عباره عن HTML. لاحظ HTML، HTML ما بيها اي شيء. فاذا وين نخلي الفيو؟ بالسكريبت. اذا هذا هو الجزء الثاني، الجزء الاول تمبلت، الجزء الثاني سكريبت. هنا أنا اجي استخدم الجافا سكريبت مالتي، لا تدقق بالمعلومات الموجوده بداخله، المهم هذا الجزء الثاني. الجزء الثالث، الجزء الثالث هو الستايل اللي هو شنو؟ CSS. اذا صار عندنا واضح HTML JavaScript CSS. لو نجي على الهالو وورلد نفس الحاله، عندك التمبلت، حلو لهنا يوقف، هذا HTML JavaScript والستايل CSS. اذا هاي الاجزاء الثلاثه اللي تتكون من عندها اي فايل دوت فيو. فاحنا بالمشروع مالتنا راح نتعامل مع الفيو جي اس كاسم الفايل، اسم الكومبوننت، طبعا هنا كاتب هالو وورد، عادي تقدر تسميه اي شيء انت، دوت فيو. في داخل كل ملف دوت فيو عندك شنو؟ عندك كومبوننت، تمبلت عفوا، والجافا سكريبت، والسي اس اس. سهله هاي، حلو زين. هذا عندك هنا الاب دوت فيو مربوط ويا من؟ مربوط مع الاندكس. شوفوا هذا الاندكس اللي راح يظهر لليوزر، حلو، يعني هذا الكلام راح يظهر لمن؟ راح يظهر لليوزر هذا. زين شلون راح احمل في داخل هالفيو؟ قلنا عن طريق
ديف يكون اس الاي دي مالته اب. طبعا تقدر تغيره، تقدر تسميه اي شيء يعني مش شرط الاب. هنا عندك ديف اي دي يساوي اب. اذا هذا قلنا راح يبدي يبحث منه هو اسم الاب. اذا جينا على الاب دوت فيو راح نلقى هذا هو اسم اب وهذا هو الاي دي. عرفت كيف؟ هذا هو الاي دي مثل ما تلاحظ، هذا هو الديف اي دي مالته شنو اب. اذا هذا راح ينعرض وين؟ راح ينعرض هنا. تمام، خلينا نشوف هنا. لاحظ هذا اللوجو مالت الفيو، كيف نتاكد؟ اذا حذفناه وقلنا سيف نرجع، لاحظ اختفى الصوره. طبعا هو اوتوماتيكيا يعمل ريفرش، ما تحتاج الى ان تعمل ريفرش. لاحظ اختفى الصوره. اذا رجعنا قلنا الكنترول زي والسيف راح نلاحظ رجعت الصوره. اذا الاندكس اتش تي ام ال راح ينادي على منو؟ على الاب فيو. راح ينادي على الاب فيو. زين، راح تسالني سؤال، اذا هو ينادي على الاب فيو هذا ليش احنا عندنا كثير ديسكتوب، ليش جايبينه هنا؟ خلينا نجيبه هنا. زين، اذا احنا عندنا وين راح؟ وين راح؟ يا نهار اسود، هذا نجيبه هنا. اوكي، اذا احنا عندنا هذا ال HTML الاندكس مربوط ويا الاب. زين، والبقيه هذول الكومبوننتس هذول شلون لعد؟ هذول يا سيدي راح نتحكم بهم عن طريق السكريبت. شلون؟ شوف، كل كومبوننت تريده يظهر لليوزر عن طريق الاندكس HTML لازم يكون معرف في الاب فيو. ليش؟ الاجابه واضحه، لان انت اصلا هنا هذا يعرف فقط منو؟ الاب فيو، فقط الاب فيو يعرفه. فانت ايش راح تسوي؟ مثل ما قلنا الاب فيو هو الام اللي تحضن اطفالها، فكم كومبوننت انت عندك هنا كلهم راح تعرفهم بالاب فيو. حلو، فاني هالو وورلد لازم اعرفه بالاب فيو حتى يظهر. شلون اعرفه؟ هذا جزء التمبلت. هسه هذا فهمناه، فهمناه لانه هنا عندك انت هالو وورلد، اوكي، وطالع لك ويلكم مسج هنا. هذا الهالو وورلد هذا هو جزء من الهالو وورلد دوت فيو. حلو، يعني اذا هذا جينا هنا قلنا له سيف، لاحظ صار عندك ايرور، لازم نرجعه. الان اشتغل، لاحظ ويلكم تو يور فيو جي اس اب اللي جايه من هالو وورلد. شلون قدرنا نخلي الهالو وورلد يكون في داخل الاب؟ عن طريق السكريبت. شلون يعني؟ قلنا له امبورت، امبورت نستدعي الكومبوننت اللي هو اسمه هالو وورلد. شلون استدعيته انت؟ from dot slash components hello world. حتى تلقاه وين تلقاه؟ تلقاه بال components اللي هو هذا، راح تلقى فايل اسمه hello world dot view اللي هو هاي. ليش قلت لك ادرس اكما 6؟ لانه هو هذا بالاكما 6 انا شارحه، ما عندك حجة. زين، خلي نقول انه الان انا جبت ال hello world. حلو، وبعدين هنا أنا أنطي له اسم اللي هو هالو. طبعا هذا اسم عادي على فكرة، تقدر تسميه أي شيء. بعدين أجي شو أقول له؟ export default. هنا جاي أصدر المعلومات اللي بداخلها لمن؟ لل template. شو أصدر؟ أول شيء name app، هاي مال منو؟ مال الاب فيو. والعناصر اللي موجودة في الاب فيو هي components، وهاي components من ضمنها منو؟ هالو وورلد. يعني اذا انت عندك كومبوننت اخر لازم ايضا تعرفه هنا. بعدين اجي هذا استخدمه هنا. شوف هنا دا يمرر له مسج. لو نجي على الهالو وورلد، لاحظ عندك هنا مسج، وبالاسفل هنا عندك
البروبس دي مر ليا كمسج تمام. طبعا ممكن يكون شوية صعبة، تحتاج تراجع الفيديو أكثر من مرة زين، بس عم تأكد من تتمكن من عنده خلاص راح تضبطها. مثل ما قلنا الآن عندنا الهالو وورلد هنا موجود، يعني مثلا إذا أجيت على سبيل المثال هنا عندك الهالو وورلد، هذا الكلام هذا اليو ال احذفه، هذا كله احذفه، شوف ما راح ابقي غير بس الاتش 1 زين، بس الاتش 1 راح ابقي، اقول له سيف، اجي هنا لاحظ ويلكم تو يور فيو جي اس اب، خليت فقط المسج اوكي، بس المسج، شيل هذا البروبس لان ممكن البروبس يعني خلينا نقول ده يعمل لك مشكله تمام. لحظه هنا اختفى ما بقى اي شيء اوكي، هنا اختفى ما بقى عندك اي شيء. نقدر انه نعمل شنو ريتيرن، وهذا او نقول له داتا، تذكرون الداتا اللي كنا نتعامل بيها ريتيرن، هذا الريتيرن راح يرجع لي اوبجكت اللي هو ام اس جي اللي هو يساوي هيلو محمد عيسى، لاحظ هيلو محمد عيسى زين. هنا عندي الاب، الان افتهمت الاب كيف، هذا طبعا المسج ما احتاجه بعد، بس اقول له هيلو حتى ابسط لك اياه اكثر. شوف اذا احنا صارت عندنا الاليه واضحه، عندنا تمبلت، عندنا جافا سكريبت، وعندنا ستايل السي اس اس. حلو، ممكن الستايل ما احتاجه، نعم هذا اوبشنال ممكن ما تحتاجه اصلا اوكي، بس اللي تحتاجه دائما يكون موجود هو التمبلت والسكريبت. هالشكل اني وضحت لك انه الاقسام اللي تتكون من عندها الفيو، عندك تمبلت، عندك سكريبت، وعندك الستايل. طبعا راح تسال انت ايش سويت هنا وشنو هذا الداتا اللي انت ضفته من يمك. اوكي لا تستعجل، انا ما اريد الدرس يكون مطول جدا، راح اوقف هنا، الدرس القادم راح اجي افصل لك اللي صار، لان نوقف نكمل الدرس القادم. مع السلامه.